الساعة تشير إلى الثالثة زوالاً. هنا بالجزائر العاصمة، المحلات التجارية تنفذ الإجراءات الوقائية باحترام قرار الغلق. هذا ما لاحظناه رفقة دورية لمصالح الأمن لزيرالدا. تقوم مصالحنا بدوريات استباقية من أجل التحسيس والتوعية لفائدة هؤلاء التجار من أجل تطبيق هذا القرار في تمام الثالثة زوالاً. في حال عدم التزام أحد التجار بهذا القرار، إذا كان الالتزام يعني بعد دقائق قليلة من الثالثة زوالاً، يتم الإنذار الشفوي أو الإعذار، وإذا تعدت الساعة لحوالي ساعة كاملة تتخذ بالطبع إجراءات سحب السجل التجاري واقتراحات الغلق. الخرجات الميدانية هدفها كذلك تحسيس التجار بمدى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا في الفضاءات التجارية. طريقة العمل مع المواطنين، مازال دائما راكم تاخذوا الإجراءات الوقائية ضد الفيروس؟ لا بافيت ما يدخلش. والمعقم هذا هي معقمها قدام كي يدخل يدير، كي نرجع له الصرف يدير. وشحال عندك يعني من واحد يقدر يدخل المحل لهنايا؟ ما يدخلوا بزوج ثلاثة ماكسيموم. ما داير التباعد ما بيناتهم؟ التباعد ما بين واحد هنا واحد كان الميزان واحد العين. قرار تحديد الحجم الساعي لبعض الأنشطة التجارية وإن كان هدفه حماية صحة المواطن، إلا أن هامش المردودية اليومية عرف تراجعا حسب وصف بعض أصحاب المحلات. ما خدمناش 3 شهور من قبل كي غلقوا لنا على لا كريز هذه تاع الكونفينمون، ودركا كي غلقوا لنا 15 ماناش نخدموا كاع اصلا، ما كاش العراس ما كاش الخدمه راهي ناقصه، يعني هذاك لو بو اللي رانا نخدموا فيه يعني دركا راهي بزاف راهي ناقصه. التزام التجار بالاجراءات الوقائيه من شانه التقليل من خطر الاصابه بفيروس كورونا، وهي مسؤولية تقع أيضا على عاتق المواطن من خلال الالتزام الصارم بهذه التدابير الوقائية.